بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفرنا القرآن لقنا كيرا قلبي هذه الزاوية عابرة زاوية تفلت في مالك ديوث الزاوية في المعرف لإكساء نزل القرآن مزوري النار في التاريخ النار في مرث النار ديوث المعرف في لبنان إمذانا ديوث المعمر في الزاز ديال الأولى ون ديوث المعمر في إكعمرا أولى ون سل إيمان وثعمر ألا من مسلم خطري مثلا ما إلا عن ذان شور ولا غيس تمسلم ولكن أوليس فرس الإيمان أريد زر الحال ما إلا عمر نسي ألا يعمر تامو سنين أول يعمر ذا الإيمان ذا قال التوازن المطلوب لكلمة ما إلا نمذان أما كان قرن أشواري ما يكتم تغمى ثا عمر ثاير فرق أشواري ليدي غير أما ذي مولا أنت درت مرة ما تقول لي قد شمت مع مرتين أما الرواد رواد هذه الزاوية العامرة أسأل الله عز وجل لهم دوام الصحة والعافية وتمام الإيمان وكمال التقوى. الموضوع إذا في كلمة مثلية وأنتم سلايط فين شد الصلح التسامح والصلح وأثر هذا الصلح في المجتمع. وجه الموضوع الدرس والسلام إن شاء الله تعالى أدفك المقدمة من بعد لا تكرمت المقرضين من بعد أنا وضع الخاتمة أنا وضع الهدف صلوا في الصلح تحواجه تثدث تحواجه توشوت يحواجه أمذان تحواجه الأمة حواجي خلقي في المقدمة عن مش الفتكال إشارة باللي ثم سنتين الصلح ذيون الغمر يحوج له في مذان أما ذا مذان مثل ذرثيس أما تواشوت أما تذذر أما تدف أما ذا الأمة أما تخلقي مرة أيضا أكل ملل حواجة الصلح أكل ملل أخطر تعيشين في الدونيث والدونيث تسعى مبهورا تسعى في نفا تسعى المشاكل أذنعني مذانا أفتاليست نفتيليست في قراءة أخرى أمازيغية أذنعن فتريكا إموثو مغاري جيس فتريكا على طاك كل يوم باش يبوي الخلاف إزمان مخلفة في التجارة خدمة غاشي تجارة مخلفة في التجارة إزمان المخلفة فوال فوال أول تسبح ربي هو إكر شوال صافي الخلافة ذيلي مدى في الدنيا تعيشين سي نورمال سوى ذي الأخر في الجنة بالذات ولاش الخلاف ربي القرآن الكريم ذات لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما إلى الدونيث الدونيث مثلوفة الدونيث من مشاكل الدونيث ساعة الكرة ساعة الشوال ساعة القرار ساعة المفاجآت متى ما كثر الدونيث صافي بيت إذا قد يهجي ما نسمى كان يعيش الدونيث خطر أن ذا الموري السينارة شو المعنى اسم الدونيث في الزميرة لا أذي يعيش الدونيث أتغي تقلب قلب ذا إفريث العقل دون تسبك الفلاس ويسير عن حينهم إلى آخر. ولكن الصلحة كيف تنسبة مثل يسر إن شاء الله نحواجه أكل من ذا ذم ذا توشوت ذا ذرو تدف ذلما تخلقه مرة المقدمة فوق. أولا نقطة ذم زوروث مثل في زوران من الصلح ذي الشرع يعني
أصول الصلح في الشريعة. فشرعيف أبع تجديف أكمل الجوال ألما نبض الهدف إزوران الصلح ذي الشرعيف أطاس السيكسن أشوف دين ربي سبحانه عز وجل إنات والصلح خير جزء من الآية في سورة النساء والصلح خير جزء والصلح خير يعني ربي سبحانه دقار ولاش شباب الصلح الصلح ذي الخير الصلح ذي الهنا الصلح ذي الإلهام السماح لها إلى آخره المقاصد الصلح أن الرسل تتبع إن شاء الله ولكن ذلك كان كافي المقدمات المزورة فتم زورف بشد الفكر بدا رب سبحانه يناد والصلح خارج الجيو مش بس طالع السلام عليكم الناس من الصحابة يقيم يسمك الإجماع إناس ألا أخبركم بأفضل من درجة بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة المقصود النافلة لا الفريضة لنا سبنا يا رسول الله أنا إلى سبب يتخبر سيون الله مر يسعى لجر أكثر نافلة تصليف نغنى رمضان نغنى الصدقة ناس أنعم يا رسول الله خطر نثني تسنادي تقليفة مستقسايا ذا شفت تنخذ ماذا أرس ديوي النشر ذا القرآن ذي نمسنا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يسن إصلاح ذات البين ثلاثة مسنين إصلاح ذات البين يعني مثولا وجد خصاما يمخلفا فرثا الصدق الخير ياسا الصدق الخير ياسا زي سيد أتخذنا يعني تزدي يولون قرن استقبالي ما زدي يولون أدشبح وذما وكذا معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استطاع التلفين إلى الحديث وايا إذ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا الصلح إلها يجوز يلين سلما سوى ما إلا خلفا في لسان شرع ما إلا صلحا أرير الحلال الحرام الحرام في الحلال وكي خطئ خطر بيخدم في لسان يضرب بالقرآن الكريم تمزور أي تمزور إناد ومن تمزور إناد تلك حدود الله فلا تقربوها فلاس سيدي ربي وإلى قرب لدما تقرب خطر ما يقرب ويكسى يكسر ثلاثة أصير في سكان بويلة مثلا ما تكسر ثلاثة ستادير إزمر ثغاط وفي خسين أتعدي ثلاثة تكشد بويلة بويلة صفدير إلى قد سبع ضغطي ثلاثة لكن قرنس ممار جني دائرة الأحواط الأحواطيات ذي بيردينا تلك حدود الله فلا تقربوها لا يخافن تلك حدود الله فلا تعتادوها لقد استعدت في لسان سيدي ربي لا يخافن ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يعني وين يتعدى في لسان سيدي ربي يعني يظلم كان إيمانيس وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في آية أخرى أي ردنا أقول أي ثقيث مثلا باش أنا نفهم باللي ماشي سيسم المصالحة سيسم الصلح أن تعدي في لسان سيدي ربي لذلك ثقي قاعدة من أهم قواعد الصلح عدم جواز تعدي حدود الله الصلح يتحقق في إطار شريعة الله في إطار الكتاب والسنة هذا هو الصلح الجائز كما قال السادة الفقهاء العلماء مسنوا المرة بنغض القواعد في الصلح فرق القواعد القاعدة يلي ولقال الصلح الذي تعدي حدود الشريعة الإسلامية أتصل الآيات وتصل الأحاديث
يدين النبي صلى الله عليه وسلم يدين رب سبحانه أراد ديفكدا إزوران الصلح في الشرع ثاني نقطة مزود نقطة في السنة أدى المسلي شوية في زوران الصلح في الجد أصول الصلح في العرف في العادات في التقاليد في أصالتنا في أعرافنا الأصيلة أتصيلة أتدفقنا في السلاف ألف وما ألف أتدفقنا ذوين دنا ذوين خدم لجلوذ النار ذي تعرفيثنا ذي ثمتي داخل المجتمع زورة كانت قوان نغتي مع مرتين في اللثورة تي مع مرتين توسن يخدم الصلح صافي نسعى مؤسسات عرفية المؤسسات العرفية أتفكر ثلاثة أمثلة لنت المؤسسات العرفية مجال الصلح يقلل ذي الجوامع يعني الجامع المسجد يفرو ثلوفا الجامع يخدم الصلح يخدم التسامح وهذا من صميم رسالة المسجد الجامع يثبث أريد أخذ ملكا يغزاني ذيني من فيه صلى الله عليه وسلم من هجر سلك المدينة يفنى الجامع أول ما فعل تأسيس المسجد الجامع أخطر الجامع هو أساس المجتمع الجامع إذن ساس للمجتمع ظلم المجتمع وليس على الجامع بقى لخير أفلس يعفربي لذلك أنت هو الكلف ذلك فدف سعر الجامع لا إله الله محمد رسول الله ولاش ذيني مي لشدود الغيم سهولة سعن النيف سعن في السمين وسعيدنا ما أذرين سعن الإيمان وكتي سمين الغيرة فنو الجوامع في ذوذري ولا ذكروا في ذوذري من قبل الله يا رب الله ماشي الموضوع في ذوران يا نوعان ولا شي فرذان المحنة الميسيرية الاستعمار والاستدمار ماشي ديوث لاص مي يكني اثي ديك سكينيس ماشي ديك الجامع سي بو صغير مزينة كلمة ثانية حذر فتتسو الفضل إمسكولا أتنسيون أتنسيون ربي الناد في سورة البقرة بيتم 37 آية ولا تنسوا الفضل بينكم باش هذيك المصيب واسع هذي روح هذي الزال يتسو ياك إمسكولا في المحال ربي الناد القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ماشي سبقونا بالعلم العلم الله ينور الكفار ديسن اور غيرين اور صغر اور سينن ولكن سعى الايمان سعى في السمين فلد جوامع سفلا بعون سن اذن في المصر ذواك السيمان فعلوا سن في السن امي مغرب في الغارين في الغارين كيف كيف شحال جمعين زرع قبل 30 سنة ورد أكثر من 1000 مسجد يدخل ديك الدروس أكثر من 100 موسكي ناس تبيع الولد ماشي الجامع الجامع ولكن يعني قاعة الصلاة أصافي حكينا في التاريخ السن فنان الجوامع سفلى الزوايل سفلى بعض السن في السن أكاديمية مرسال الجرافة مرسال الدركتور نغي كاميون نغتساوي إلى الساعة ولكن يوظن باش كل ثالث أسخد من على الأقل الجامعة المشطوح ولو كنا نظن بك سنة تصينة تصينة غاشي 12 يقول واسا زرد الفقه الملكي لقى 12 كم زولنا سادي المغار شحال في سنوات الناس قيمة صديقنا وين يكبروا غارة الصلاة تبطل الجمعة نو هذا الناس أمشي شي الشيء غيش أين الخطي يكذني مردوس سيطا كذني مردوس 12 تصالي إلا كي مسفهام وين يغافل لك يورو بلاصة
Sur l'équipe de football. Alors, où il y a un contrat, Yassin, il fait d'œuf, il a qu'à son jour. Mais il a vu un message à l'œuf, comme ce qu'on a dit à l'Issafer, il a qu'à dire en place au Bachel Zan, donc il y a un vrai à dire, Rissel, à quel sa partie, qu'à son tel Michelin, Bachel Zan, Bachel Zan, le Joab, Bachel Zan, Bachel Zan, Bachel Zan, Bachel Zan, Bachel Zan, Bachel الجامع يسعى رسالة إصلاحية يعني إفلوث نفع المؤسسة الثانية ثم عمر ثم عمرين استقبلت به ثم عمر دفت فنسوة العمار تعمير أي الإخلال أولاً أخذت عمر سن إيمان ألا أتعمر المسلم أكل ما شيء تعمر من بعض بعض خد رابو في وسط لا شيء ما عرف نغلا أدسني المسفرين أروح أتعمر ثم عمر في شيء سوى يتص في لهنا الله ثم عمر خدم الصلح وسيسنت مع عمر ثاني في لا بس الله يبارك المؤسسة الثالثة داخل المجتمع داخل تبتي داخل تدرين ثلاث شعاف على السن والسن مازال سنفكي أزالي سيد جمعث فجمعث انتدارث نغفاش جمعث انتدارث سعى مازال ذا القرآن ذاشو تخدم في جمعث؟ تخدم النظام سي نورمال نظام انتدارث أما في النظام انتالى العنصر العيب ومن سعى النظام أما في النظام الجنازة النظام للفرح النظام للمشاكل ما يظهر وفور يظهر المشكلة ما شاب ثورة ما أيد ما بلطو يسأل رخصة صبطوا فيها خطي ذي العيب كي نسعى النظام باش يتسدى في ساعة الروم يسعى النظام أغفل يلن أثم سقرذش داخل تدى في السر ذي السر أثم تلفني ما تشد العيب هذا مخالف اليمذان نورمال أما كانت هذه البداية أذن خلف في التركة أذن خلف في الشركة أذن خلف في الفريد أذن خلف في ثلاث ولكن ذا شو من ذي العيب ما لا يوفر التوفيق التدف أذي خدم الباطل أخيني أكون قبل غير ثلاث جماعة ثجماعة قرم الأهداف ينس قرم الأدوار ينس ذا شوف أثفروا في وفا أخدم الصلح طيب صافي درد ألف مؤسسات الصلح تكمن في المسجد والزاوية في معمر والمؤسسة الاجتماعية ومقر تجمع طيب بعد المسلايف شوية ذين يشدن المسلايف ثقافة على كتير ثقافنا أثتوي مذنب غير الصلح تزرق قيم الصلح لفالور الصلح إذن تتزرق الثقافة مردم الثقافة ساعة زال داخل المجتمع من مقاصد الثقافة زرع القيم وتأسيس المبادئ والقواعد قواعد المجتمع تجي الثقافة مردم الثقافة أجد أكتفى من بعض الناس يقول سكاد ديوث متابة في تخصار في جهودو أبدا الثقافة تسينا يفنون ماشي تسينا يتهودون الثقافة تسينا يجمعا ماشي تسينا يفرقا الثقافة تسينا تسمحتاني تستاريخ ومزرو ماشي الثقافة يعني يمحون يعني التاريخ والأصالة الثقافة تسينا تسدقو سم وكذلك فلان سيدي سمحتاين وكان يتسوم سيدي الثقافة دور الثقافة دور المثقف ذي ثقافة نجمعة الخير الخير ربح وللأسف معظم الثقافة ثقافة شفوية أشو معي ثقافة شفوية القرآن سجيمي سامزو أكيد وحبا ذي السفرة ذي البثول ذي الحكم تيموشوها تسيقى ذاكي يكزرع الثقافة تسيقى ذاك يكزرع القيم والصلح أدفتغ على سبيل المثال
أما ذي الثقافة الشفوية أما ذي الثقافة العملية. الثقافة الشفوية مراكين استقبلت ويلي جان إيجنجان. شو المعنى يس؟ ويلي جان إيجنجان مخلف السين يونا سيطار ثلاث سيام ويلا سيطار سيام مخالف في الميترا ميترا بوكيا أدس رجال الصلح يخدم الصلح أدسين وين جان إيجن جان إن جاء يوم القيامة سين عذاب الخير أرفح إذا غولك يوسن سلمارا يوسن استغنات يوسن لكي ترن كتسمي حمارا ميكسنا أولاقي أذير ضفوليس أذير قطوليس أد يفكر راي أد يفكر خير أخيني الجير خذ مثيل استمد ذكرا ما شاء ثقيث ثقافة تتعاون إرقاز إعرضي إقدش ذي الصلح مراكين ذا سمحتي السيف من الخير وريسع الشامة نقر السيف من الخير وريسع ذنب سيتادير ولا ما يبلع يزمنك كسلك لحقيك يزمنك سلحقيك وإذ المعناس ولكن ودجال الشامة ولا الشوامي ودجال ذمن ودجال السيكاتريس ودجال الشامة كي تسمحين خاطر فلا الشامة كي تسمحين بتتولى أدمكتير أتسوما تتصر بتحسيفين ولكن السيف من الخير فكان الخير فكانك الخير أكيد السيف الخير وليس الشامة وليس الجسامة الشامة وليس الدم ما إلا تفضيل إذا من سؤال الفيل يوادي فك الخير أسينين دعو السوم ذيرو السوم أكيد ما شيء خطرة الخير وسن برصد الخير إيه مستفكال على الخير بعد الشهر تسوي طاير طاير لكن تفقد الخير افقد الخير وتفكر الخير لا طاير ذكي لست نقص مراسلين دعوا السوء غير السوء يعني حاذر اتود دعوا السوء ما تقول دعوا السوء غير السوء اش تقول له هو تقول الورفان اكذب فلان صدق استخدام الثقافه ياكي المثوله مره باش أضرب الأولى و باش تفكر الخير يضرب الفريق الثاني في الله يبارك وطرد مليح طرد مليح حضرا أكثر من 90 غاشي زمرا سمي بكيرا ماشي تالف بكيرا سالي سموال ولكن غصد بكيرا بيسمي ثفرا لا إله إلا الله محمد رسول الله إراث الأولى شبحا وذمما إفكان الخير ما شاء الله ما شاء الله سرتم راكين إفكار دراي لا إفكار الخير ذاير وتسوغل الموال ذا صغير مزيان يقول إفكار دوال غير كدراي ما شاف يوغل مارشاليا أبرايا سبا ساعة مايا أبور شهريا يوباس يوميا أخيري بالطرد أو رأيني ويا جبال جامي إفكاد دوال دوال إفكاد الراي دراي إفكاد الخير دين أبري أكل تخدم تجمع ثمين الخير أسنين مرحبا أكل تخدم بالكلين الغام بالكلين القلب ثلاثي ثيارة آية مثلا قرد بوضة ثيارة أدن مسنين شرطح ذوين يعني ذا شو الفايدة مقاصد ذا شو الدور من الأثر الصلح ذي المجتمع أطرس بولي كده باختصار الفايدة تمزور ثالث مثلا يعني المنصة التجارة والصلح ذي ثمتين نغم ذا شو الغلة أرد ناوي أطرس الغلة الغلة تمزور ثانوي لا جرسي ذي ربي ولا شو في الشباب أربينا دوا الصلح خير يعني الغلة ثبرت ضريغة سيدي ربي
12 سنة يا ربي ذي الحسنات الزايد أرنف يوم القيامة أما الوين يوزن ذي الخير أما الوين يقفل الخير معنى ليدو ماشي ولكن يوزن ذي الخير خاطئ أولا الوين يمشاول يخدم الشوال أم بعد يفكاد الخير أما سادس سيتادير الشوال يغلب ذي الحسنات يخدم بون أفير C'est un investissement, un projet d'investissement. Il s'agit d'un genre d'amqra, d'amqra, d'amqra. Ou l'adilatou kathiratou tattara. Faki, d'l'ghalatha mzoualouth, ala gattufk t'jara b'soulih. L'ghalathi s'naz, d'a chout, s'agit d'ahmiyat s'amqra t'kadhali kadhi l'mujtama. Annou, anfk l'kouraj, al-khdmi faddam, إيوي كاد يلان ذي الشوال أسنقر خذم ثم كنخذم نجرد سنة كنت النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة وين دنجر أفريد يلها داخل المجتمع ذي البوليثيس غفرت ويار ذعنت ويار أذي ويلاجر بين يخذم وذي سعود صيفي ستيلاجر بيكاريثي ذلعن إلى يوم القيامة أكونتوري نحن حسنات أي خدم في الله ألا مثل يردونيث بونا فعلا أتنسيون لنت الأحاديث يأتي في صلى الله عليه وسلم أتفضي التالي في خير مرسوق العالم شهرين من القيامة أذكرت ساعتين قبل الفشل يوثن تالوث إكيفالوين أسن شهرين من القيامة أنا مشيت شوية ولاش كان الوقت في تفاصيل ديتاي ديال الطاقي باش نزر ذا شو معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بافضل درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين صافي ثاكي ذي الغله في السلاف الا ردفك التجرى الصلح الغله في السلافه ذا شو التلويث الا واش بان تلويث لهوه الا شوال يسمى الصلح ثرسد لهنا ثانوي لهنا ثاكي سيس ثلاثة في الغلة في ثلاثة ثانوي لهنا مرحي لهنا ثغلف لهنا لهنا ثضمن لهنا ولا شو كشبه لهنا العافية الراحة طمأنينة السكينة ثاكي لهنا يثدف لهنا يشولني روح في صربعة ذا شوف زوال الأحقاد ستادير يبقى أولاون إلوغان أذوغان أذيزديا وما زديث أولاون الشبحان أولاون الشبحان وذماغون صفاء النفوس صفاء القلوب من الأحقاد يزمن سيدة بشرع دي لاجوستيس نبخان نشرع أسبوع سعامين عشر عشرين سنة ثلاثين سنة أم بعد يومية نحو هذه الصلاة ميدو غالة ميدين توجور سبوالين سبابا يقرس كان الشيء غالة دي لا جوستيس الشيء عندك المال وعندك رجال وعندك رجال توجور لو مزديثنا ولكن في ذلك الصلح أذو غالة أولو أذي زديين والحقد مني ولاش يثق أولو أصفو فيس خمسة الغلة فيس خمسة ساعة أهمية ثقرت كذلك ذا شوت أرس نقصير ولا لي لاجيستيس دينا كان بكل صراحة شحال تلوفا سيدي ميلي ديال الحاكم مالاف من القضاء آلاف ما إلا الصلحة اللي يخدم في المجتمع هذا نقص التلوفا ذو خام الشهر الفايدة في ستة نحقق ما يسمى بنوعية الأحكام وبنسبة القضاة بين ثلث التلوفة بسعة يفصل في القضايا بطريقة رائعة بطريقة نوعية اللي شو شبه هي الجلسة الفايدة الثمرة في السبعة ذا شو تسيث مثلا أدنى ربحي ذريما حين مثلا وظهر في عمش استيساج الخير بلا من يرى سمعت يا نظام مكسرية مسخرة شو الطلب ولكن مصرح بلا مصرح بلا مصرح بس يقول قلتهم يا قبل الصلح سيبا الجاوبين يقبل الصلح
الصالح أباك القرن ثبت اللي رزقها ربي في ديفك ربي تلك الأصال ماشي ما تقول نظيم بخصين تفرد في سرمي عن فرنس الخير أكي غض الحرس الله يروح إياك اليوم تخلي بركة أكسر ما قسي الله تقول لك الباب مفتوح على ربي يهدي في بولا إن شاء الله أبارك يتشو يساوي يدينا يفكي ذا ربي يتشو لك تفكي 300 مليون تفكي ثلاثة خير الشركة في جارة برضو رئيس الشركة أجنبية لنا برضو رئيس كل واحد في المقر في جارة في الفاوي في الفاوي في الفاوي في سعدت رسالة إلى السادة المحامين باش يسير لك ربي لغض الحال وصار الحال أسر دي الخير أو كيف كان ربي الخير خاطر ماشي كان نادرين في قفلة الصلح ربي سبحانه أشوف بالصحة أشوف كربي تسبت تسبت تزمت نقارة أكيد دعوة الخير قمارة أشوف كربي تسبت تزمت وأشوف على ربي لهمه وكي جعل ذذره يفعل في الأكل لهمه يصوي كغره دعوة الخير قمارة غلا أكيني أكي جعل ربي ذذره يصوي كغره يفعل في الأكل لهمه وكيف يا ربي لهنا ونسمع ربي في الأكل لهنا ذا شو الفائدة؟ لو شدنا كل يوم يفكاك 70 مليون أبرد في الأكسيدون يدخل الأكسيدون 70 مليون خسارة فالكل يدخل الأوبراسيون 140 مليون يعني كميك 70 مليون أدف لي مالك 700 مليون ما تقفل الصلح أتو دعوة الخير أولاون أولاون دعوة الخير ويقال قاية خير ما قلنا وقف القبلة الصلحة في هذا الوضع بروك عليك نورمال وليش يسوقوا انا ضرك تيرا تيرا لا ترونس بارونس نوتا في غادي الى جماعه الخير الخصوم خاصه من زادفيرسير ما الا فران في لوفا انا ميابل جماعه الخير اتفلو سواوال سيفان سدعوة الخير في السر في السر على كل حال مثلا ربي ندعو الصلح وخير وكل صفحة ذي المونتونتي يا سي يمكن عالمك الميلة أتسزن الصلح أسقار إلى قنف في مفنى ألم يعمل ستدر أينك الدين ربي سبحان في القرآن والصلح خير وينسى في جد في النظر ثورة المنضوطي يبضع غرس صدر كني أقلى ذكس إلى قن حرز الصلحاني وإلى قصد نخدم يفدر وإلى قن حاجة لجمعة الخير سمحتي وكذي عظيم تسلسل في الصلح ولا قال ذا عيون ولا قال في الشلم إلى قال في كسل والخدم أم يضمزال مخدم لك أذا في مثال ميث في فزر في السر في ثواشر في السر في ثمتين السر أغضي في كعبي السر في السر أمجر في السر السلام عليكم.